النادي الاهلي وفيه كفاءات زي حضرتك، واحد زي الكابتن حسن حمدي، يعني الاهرام بقوتها، وكابتن خطيب بفكره، ومرتجي وهشام سعيد، المجموعه دي، هذه الخسائر الماديه الغير عاديه وهذا الانهيار المالي اللي في النادي الاهلي. انا عايز اقول حاجه، مش النادي الاهلي بس. نعم. احنا فعلا عندنا مشكله ماليه، مش هنهرب منها ولا هنقول ان احنا ما عندناش. لا، بس الناس متخيله ان احنا علينا فلوس كتيره، الجهات كتيره، بس لينا كتير فلوس كتيره بره. يعني لينا فلوس كتيره بره، ولينا مستحقات في الاهرام، مستحقات في البث الفضائي، في اتحاد الكوره، في حاجات كتيره. التوقف النشاط، التدفق النقدي بتاعنا في يعني اي واحد له رؤيه ماليه بيبقى فيه ايرادات ومصروفات. لما ايراداتك بتقل طبعا بتحصل خلل. بجانب ان احنا كان عندنا كمان عبء كبير، ان احنا داخلين في نادي 6 اكتوبر. 6 اكتوبر كان عندنا تايم ليميت للارض هتتسحب مننا، لازم نفتح نبدا بنا. في نفس الوقت انت فتحت باب الاشتراك متوقع ان يجي لك الافات، الناس كانت بتسال كل يوم بالالافات قبل الثوره. ما جاش العدد اللي احنا متوقعينه. ولازم في نفس الوقت تبدا. فتحته في توقيت سيء. الارض هتتسحب. انا فتحته في توقيت. طب ما الارض هتتسحب. ما كنت تفتحه من زمان. ما من زمان. هتحيلنا عليك وتفتحه من زمان. ما من زمان. ما كل حاجه برضه خلي بالك، انت احنا بقى لنا سنتين ونص في الثوره. هتفتح قبل كده امتى؟ ما كانش فيه لسه ما خلصتش. من قبلها كنت تفتح، وان احنا بنسمع من زمان ده من الدوره اللي قبل اللي فاتت على ارض 6 اكتوبر، وكانت معاكم. خلي بالك الارض اتنقلت. ايوه، حتى بعد ما اتنقلت. ولما اتنقلت انت بتطلع تراخيص وبتعمل شاري مناقصات وبتاع. احنا عايزين. انتوا بانيين السور من زمن بعيد جدا، انتوا كنتوا عندكم امل ان انتوا تغلوا مثلا الاشتراك شويه وبعدين. لا لا لا، هي مش مساله. كم واحد اتقدم عشان الاشتراك في النادي الاهلي؟ بص، احنا كنا متوقعين اصلا يعني الدراسه الاولانيه خالص ان هيجي لك 30,000 عضو. جالك كام؟ ما كملتش النهارده 1500 عضو. ليه؟ مع كل الحمله الدعائيه دي؟ طبعا الحمله الدعائيه دي جابت لنا ناس، والناس ما كانتش مصدقه. في بعض الاشاعات طلعت ان النادي مش شغال ومفيش حاجه اتبنت، الناس راحت وشافت. واحنا بنفتح المرحله الاولى هيبقى فيها ملاعب وفيها. دي امتى بقى؟ في خلال. بيقولوا ان الشركه اللي مسؤوله لم توفي بأي من التزاماتها، وانه مفيش نادي. لا لا لا، الكلام ده غير صحيح. الكلام ده غير صحيح، والعجله ماشيه كويس جدا. قط يكون في بطء شويه عشان التدفقات النقديه بتاعتنا. انما احنا لازم نسلم في مواعيد معينه وعندنا التزام. ولا لا، ده كلام غير صحيح. امتى يدخل العضو اللي اشترك في النادي الاهلي فرع 6 اكتوبر، امتى يدخل في النادي ان شاء الله يقعد في جنينه ان شاء الله ياكل سندوتش اي حاجه، امتى ممكن يدخل؟ ده اخر السنه دي هيبقى في المرحله الاولى. اخر السنه دي. يعني بعد 5 شهور تقريبا. فيها ملاعب. فيها ايه المرحله الاولى بقى؟ فيها ملاعب، فيها حمام سباحه، فيها مبنى اجتماعي صغير. فيها غرف خلع ملابس. ده كله هيبقى في المرحله. في جناين؟ طبعا. فده المرحله الثانيه بقى هيبقى فيها مبنى اجتماعي كبير، هيبقى فيها ملعب تنس. يعني انت بتنوع، انت واخد عدد ملاعب قليله من كل لعبه لحد ما تفتح المرحله الاولى عشان الارض ما تسحبش. وانتوا رسيتوا العطا ازاي على الشركه اللي ماسكه الانشاءات وتنفيذ النادي؟ في فرق. احنا عندنا حاجه، في شركه اداره المشروع نفسها، في استشاري، في اداره مشروع، وفي مقاولين. دول 3 اطراف. تمام. واحنا المالك الرابع. الاستشاري كل حاجه حصلت بالمقصود. بالنسبه للشركه اللي عليها الكلام كتير. ايوه، الشركه دي اتقدم لنا كذا شركه. احنا خدنا احسن عرض. بس بعد ما خدتوا عرض رفضتوه، رجعتوا خدتوا عرض تاني، وكانت حدوته كده وشغلانه. لا لا، احنا لما لقينا العمليه، خلي بالك انت كنت داخل بقلب جامد. انك عندك شغل جامد في المرحله الاولى، لما الفلوس قلت شويه قللنا الريتم، وقلنا هنعمل المرحله الاولى نخفها شويه. فبالتالي العبء اللي على الشركه مش هو اللي كنا هنبتدي بيه. فاحنا قعدنا قعده ثانيه، والحقيقه اللي ماسك الموضوع ده المهندس ابراهيم صالح والمهندس صفوان ثابت. اثنين محترمين. واثنين يعني عملوا المجال ده. دي شغلتهم يعني. فقللوا تكلفه الشركه. قللوا التكلفه طبعا، لان انت لما بتبقى داخل في حجم اعمال وبيقل مش هتدفع نفس الفيز يعني. ابراهيم صالح احتمال هو ترشح لمنصب امين الصندوق، احتمال يكمل، لكن المهندس صفوان رافض تماما انه يدخل الانتخابات المقبله مع انه فرصه قويه جدا. طبعا شايف خروج المهندس صفوان ياثر على استمراريه العمل واحتماليه افتتاح الفرع في اخر السنه. شوف، المهندس ابراهيم اثنين اضافه، وده هنا من ضمن اللائحه بتاعت وزاره الرياضه الاخيره. التعيين ان انت كنت بتجيب الاثنين التعيين بتعوض الخبرات اللي ناقصه عندك. نعم.
الحقيقه احنا لما المهندس صفوان والمهندس ابراهيم صالح انضموا لنا دول عندهم خبره في هذا المجال وكان محتاجينهم في هذا التوقيت. يعني كان عندنا الدكتور محمد شوقي معانا في في الانتخابات الاولانيه. الدكتور محمد شوقي دوره كان مهم جدا وراجل اضاف. بنيجي هنا المجموعه دي في المرحله الجايه احنا محتاجين الدور ده اكتر. فهنا بينفع التعيين. انت رجعت التعيين واخد بالك الناس دي الحقيقه اضافه جدا وليهم دور كويس قوي. تفكر وهم اللي ناقشوا الشركات دي وهم اللي عملوا التقييم للشركات اللي جات لنا وحطوا وفي الاخر خفضوا لنا التكلفه بتاعتها. انما انت النهارده ليه جبنا الشركه؟ انت النهارده بتعمل مشروع بمليارات. مش ممكن يعني احنا عندنا ناس في النادي الاهلي ناس خبره وكل حاجه بس ما دخلوش في هذا الحجم من الاعمال سابقا. انت فالشركه بتيجي هي تدي تبقى حلقه الوصل ما بين الاشراف على الاستشاري والمقاول وتنظيم العمل نفسه. هكمل الاسئله العشره مع الاستاذ خالد درندلي.